حياه كريمه عشان نشارك بكل انتاج من داخل وزاره القوى العامله عشان نقدر نضيف تعهدنا امام الرئيس في عيد العمال 2019 ان التدريب لازم هيكون ليه نظره جديده وشكل جديد. بالفعل من 2019 نجحنا ان احنا نضيف 4 مراكز تدريب ثابته جديده، نجحنا ان احنا نطور 12 مركز تدريب باحدث المعدات الحديثه في مجال التدريب، نجحنا ان احنا نضيف في مجال التدريب النهارده بقوا 27 وحده تدريب متنقله. الميزه في الوحدات المتنقله ان هي بتكون موجوده داخل القرى. النهارده احنا عارفين كلنا